في فيديو اليوم رح أعطيكم نبذة سريعة عن اليوتيوبر المعروفة باسم آياتي، فإذا كنتوا بتحبوها شاهدوا الفيديو للنهاية. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا إسلام من قناة ألوان تيوب، وبهذا المقطع رح أعرض عليكم مجموعة من الحقائق والمعلومات عن آياتي. لكن قبل ما تشاهدوا الفيديو حطوا لايك حتى يزيد انتشار المقطع، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد بنزله على القناة. وهلأ خلونا نبدأ على بركة الله. أول شيء عن الاسم، في كتير متابعين بيفكروا إنه آياتي هو اسمها الحقيقي، لكن الحقيقة إنه اسم آياتي هو آية، أما آياتي فهو لقب واسم للشهرة على اليوتيوب والسوشيال ميديا. انولدت آياتي بتاريخ 14/5/1998 وبتبلغ من العمر حالياً 23 سنة، وبتحمل آياتي الجنسية اليمنية بس مقيمة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية مع عيلتها، وتحديداً في ولاية واشنطن دي سي، وعندها 4 أخوات وما في عندها أي إخوة ذكور، وإمها عاشت في مصر فترة طويلة، وهذا كان سبب تأثر آية باللهجة المصرية، وبسبب وجودها في أمريكا من لما كانت طفلة تتكلم آية اللغة الإنجليزية بطلاقة. وبتعتنق آية ديانة الإسلام، وحالتها الاجتماعية آنسة غير متزوجة. أما عن دراستها فآية خلصت جامعة بتخصص طب الأسنان والتقويم في أمريكا، واشتغلت بهذا المجال في عيادة أمريكية بعد التخرج، وكان محتوى قناتها بالأول عن تقويم الأسنان، وحاليا محتواها متنوع بين ردات الفعل والطعام والمكياج والملابس والتحديات والتجارب، زي تجارب المئة طبقة وأكبر الأشياء في العالم. وكل فيديو على قناة آياتي مجنون أكتر من الثاني، وأكتر فيديو مشهور عندها هو خلطت جميع أنواع الأندومي الحار في العالم وأكلته في 10 دقائق، وهذا الفيديو حصل 13 مليون مشاهدة حتى الآن. وبحكم وجودها في أمريكا ما التأت بمتابعينها لأنه معظمهم في الوطن العربي، وبتحكي آياتي إنها ما بتشعر إنها مشهورة، وهي من أشهر اليوتيوبرز العرب اللي اتضمنوا مع فلسطين والمسجد الأقصى، وعبروا بتعاطفهم مع مظلومية الشعب الفلسطيني. وتعرضت آياتي للانتقاد على مقاطعها زي اليوتيوبر أحمد أبو الرب وعبود الجعبري، ومن أهم المقاطع اللي الكل انتقد آياتي فيه هو جربت أكون حورية بحر لمدة 24 ساعة يلي حصد أكثر من 6 مليون مشاهدة. وبتمتلك آية قناة من أقوى القنوات العربية على اليوتيوب، بتقدم من خلالها مقالب وتحديات وتجارب وفلوجات يومية. بلشت قناتها بتاريخ 28/5/2018 واشترك فيها أكثر من 5,840,000 مشترك، وحصدت القناة أكثر من 800 مليون مشاهدة، وهذا رقم كبير مميز ودليل على نجاحها ونجاح محتواها. الإنستغرام، آياتي عندها حساب على الإنستغرام بتشارك عليه صورها الشخصية ورحلاتها، وبتابعها عليه أكثر من 1,700,000 متابع، وعندها كمان حساب على التيك توك بتابعها عليه أكثر من 1,900,000 متابع، وسجلت مقاطعها أكثر من 11 مليون لايك. بنكون وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوا تتابعوا حسابي على الانستغرام، حطيت لكم الرابط بصندوق الوصف وبأول تعليق، ومع السلامة بشوفكم بالفيديو الجاي.